2021 لن يكون هناك قطار قديم على السكة. إن شاء الله يا فندم بإذن الله ديسمبر 21 مش هيكون عندنا عربية قديمة على خطوط السكة الحديدية اللي هم 10,000 كيلو بالإضافة اللي احنا بنعمله الزواج ونطوره كمان. ده يا فندم بناء على توجيه حضرتك احنا عندنا زي ما حضرتك شايفين كده عندنا الورش بتاعتنا سواء سكك الحديدية يعني سواء في كوم أبو راضي بني سويف أو أبو زعبل أو إرماش في السبتية زائد مصنع قادر الهيئة العربية التصنيع بيورد لنا لكوم أبو راضي بعض المكونات المحلية ودي بصراحة بدأت ترتقي وبدأت يبقى في عندنا مكونات محلية بصناعات جيدة ما كانش يعني إن ما كانش تقريبا تبقى تساوي نفس اللي كان جاي من الخارج ساعة التوريد يعني. مصنع السماف يا فندم كنا ادينا له مجموعة من العربات وبعدين يعني توقف عند 135 وإن شاء الله بعد التطوير إن شاء الله ندخله تاني أيضا معانا في رفع الكفاءة لأن إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا دلوقتي بنرفع كفاءة 1017 عربية من إجمالي تقريبا 2000 عربية عندنا كان في 1000 عطلان بالكامل و1000 عربية كانوا شغالين على السكة ولكن كانت حالتهم سيئة بقوا 2000 عربية إن شاء الله يا فندم إحنا مستمرين في رفع كفاءة العربيات الجديدة عندنا إحنا النهاردة وصلنا ل 1017 ولكن إن شاء الله بإذن الله يعني على شهر مارس أبريل بالكامل نكون خلصنا ال 2000 عربية ويبقى كل العربيات اللي بتخش على الشبكة عندنا كلها عربيات جديدة ومجددة زي اللي هتدخل النهاردة إن شاء الله بإذن الله. دي سيادتك العربيات اللي احنا بناخدها من على السكة نسميها دي ده شكل العربية يا فندم والله كده بنفس المنظر كده ومن الداخل بالمنظر ده بناخد العربيات دي بنجددها فعلا في ورش كوم أبو راضي بالتحديد عندنا عمال مهرة جدا بنحافظ عليهم حتى يا فندم احنا خدنا كده قرار في السكة الحديد العامل الماهر اللي عنده استعداد يشتغل معانا بعد سن الستين ما بنسيبوش ما بنطلعوش بنتعاقد معاه وبيشتغل وبياخد حافز جيد جدا بدأنا يا فندم نقول لهم احنا بندي العربية دي كنا بنديها لشركة سماف مثلا ب 200,000 جنيه 100,000 جنيه عمالة و 100,000 جنيه خامات اقول لهم طيب انا هجيب لكم الخامات ولو عملتوا العربية بعد توقيت العمل الرسمي بعد الساعة 3 خدوا ال 100,000 جنيه حوافز اصبحت سيادتك الناس دلوقتي بتشتغل بتنتج بتاخد حوافز طبعا ده انعكس على في الاخر على مصلحتنا احنا كمستخدمين طبعا للسكة الحديد وليس حتى وزارة النقل فقط ده شكل العربية يا فندم وسميناها تحيا مصر بالشكل ده من الخارج ومن الداخل يا فندم ده الكرسي ده طبعا يعني يا اما بيتغير يا اما بيتجدد بالكامل وبنكسيه بقى قماش برضه بشكل يعني وسيادتك هتشوف النهارده بنركب بقى هنا في الجنب هنا رف ستانلس للشنط فوق هنا الإنارة بنغيرها خالص برضه تبقى إنارة ستانلس بإدارة بإنارة يعني جيدة الأرضيات يا فندم بنشيل الأرضية خالص بالكامل بنجيبها على الصاج ونرجع تاني نجددها من تاني فعلا عربيات تليق بمصر والمصريين إن شاء الله.